2013 بيوصل على متن إحدى الطائرات الآتية من البرازيل إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت شخص بيحمل الجنسية البرازيلية. شخص مقعد على كرسي متنقلة بينزل من الطائرة وبيحاول اجتياز نقاط التفتيش والدخول إلى لبنان. عناصر الجمارك اللبنانية المتواجدين بالمطار اللي بيدقوا بالأشخاص القادمين من الرحلات القادمة من دول أمريكا اللاتينية اشتبهوا بالشخص المقعد. أحالوا إلى التفتيش الدقيق. تم استجوابه عن هدف زيارته إلى لبنان. الأجوبة ما كانت مقنعة. ولكن الأهم من هيك كان عن تفتيش الكرسي المتنقلة اللي كان عليها. فتم العثور على كمية 6 كيلوغرام من مادة الكوكايين الصافي ليستقدم من أمريكا اللاتينية. كمية المخدرات الصافية بيتم إعادة طبخها بلبنان عبر خلطة مع مواد أخرى لتضاعف الكميات قبل توزيعها على المتعاطين عبر تجار ومروجي مخدرات محليين. بالفترة الأخيرة توفرت معلومات شبه مؤكدة بين إيدينا نتيجة عملية ضبط مخدرات كوكايين مستوردة أو مهربة من البرازيل إلى لبنان، وتم فيها إلقاء القبض على شخص جنسيته برازيلي وكان بحوزته كمية 6 كيلو من الكوكايين البيز. تم تسليم التاجر من قبل الجمارك إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي. التحقيقات مع المهرب ما أوصلت إلى أي نتيجة فعلية على مستوى فك الخيوط الأساسية لكشف سكة التهريب بين أمريكا اللاتينية ولبنان. فالشخص الموقوف ما هو إلا شخص وسيط مهمته نقل المخدرات من دولة المنشأ إلى الدولة المهرب لها، ولكنه مش صاحب البضاعة الأساسي. بلغة عالم المخدرات اسمه حمال، أي الشخص اللي بيحمل المخدرات لقاء أجر، ولكنه ما له أي علاقة بالبضاعة. أما الأشخاص اللي كان مفترض أنهم يتسلموا المخدرات بلبنان بقيوا مجهولي الهوية بالنسبة للمحققين، لأنه الشخص البرازيلي ما بيعرف هويتهم ولا عناوين سكنهم أو حتى أرقام هواتفهم. كل مهمة الشخص البرازيلي كانت توصيل الأغراض لأشخاص بيكونوا منتظاره خارج المطار. وهيدا بالتحقيق معه نحن، مع أنه هو شخص هيدا ما بيعرف يحكي إلا برتغالي وأول مرة بيجي على لبنان، وبالنتيجة هو عمله بهيدي العملية كحميل مخدرات بياخد أجاره على وصول كمية المخدرات وتهريبها بنجاح إلى لبنان. في مخرج موقف السيارات عرفتوا أيه؟ إيه نعم. الباب اللي بيطلعوا منه من الوصول. من بعد إحباط عملية التهريب وتوقيف الشخص بدأت تتكثف التحريات للوصول إلى رأس خيط بيؤدي إلى معرفة شبكة التهريب اللي بتوقف وراء 6 كيلوغرام كوكايين المهربة إلى لبنان. كثفت الإجراءات من قبل جهاز الجمارك على المطار، واستكملت الإجراءات المشددة بما يختص بالرحلات القادمة من دول أمريكا الجنوبية. في أحد الأيام بتوصل معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي عن دخول شخص لبناني إلى لبنان وبحوزته 2 كيلوغرام من الكوكايين الصافي المهربة إلى لبنان.
فبالفعل هذا الشخص نحن عم نحقق معه. تبين لنا انه في اشخاص على تواصل بين البرازيل وبين بعض التجار والمهربين المخدرات المعروفين بلبنان. وخلال هالعملية هيدي كلفنا ضباط ورتبة من المكتب بمتابعة ورصد عملية الاتصالات اللي عم تصير بين البرازيل وبين لبنان. فبالفعل نحن بمرحلة من المراحل بينا أنه في خط من أحد الخطوط اللي كانوا يتواصلوا معهم من البرازيل، تبين أنه كمان كان عم يجي اتصالات من البرازيل، وتبين أنه موجود بمنطقة معينة. رصدنا هالشخص هيدا واستجلينا واستقصينا عنه، حللنا كل اتصالاته، بيّلنا انه هو كمان بالفعل عنده ماضي بموضوع المخدرات. وردت معلومات انه في احد الاشخاص نقل كمية مخدرات من البرازيل على لبنان. على الفور اعلمت رؤسائي وتكلفت بقيام هيدي المهمة لتوقيف الشبكة. تم استثمار المعلومة والتوصل إلى هوية الشخص اللي بيمتلك المخدرات. طلبنا من أحد عناصرنا أنه يعني ينتحل صفة تاجر مخدرات ويتقرب منه لهيدا الشخص لحتى نلمس لمس اليد إذا معه كمية صغيرة من المخدرات، أو هالخبرية يمكن يكون في إلها شيء من صحة أنه جاي شيء من البرازيل أو مستحوذ على كمية مهربة من البرازيل. وبدوري أنا كلفت أحد المخبرين المصريين اللي بيشتغلوا معنا بعملية التواصل مع هالأشخاص، وبالفعل نجح هيدا المخبر السري بذكاء ودهائه الكبير إنه يوصل دغري لمقر الإقامة تبعهم. مخبر سري وعبر أشخاص وسطاء استطاع من إنه يتوصل إلى التقرب من التاجر ويجتمع فيه أكثر من مرة. ورفع التقرير التالي إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي. تاجر المخدرات هو أحد الأشخاص المتورطين بسكة التهريب من البرازيل إلى لبنان. قام بالسفر إلى البرازيل شخصياً من أجل التأكد من البضاعة وللحرص على تهريبها من دون ما ينكشف أمره. هذا الزلمة بديه يعملوا الأغراض يحوموا جاهزة يبقى قتال، ما عنده قتال وعنده كل شيء. تنطروا أنتوا خمسة دقايق، أنا بفتحش الشباك، بس ارفع ايدي تنزل أنت وشبك. المخدرات بعد صافية وبحاجة إلى أن تنطبخ عن جديد لمضاعفة الكميات، وهو عم يبحث عن شخص محترف ملم بإعادة تصنيع الكوكايين ويسمى بلغة المخدرات طباخ. بتعاطي لو بيعرف شو ممكن يحطوا له بالمخدرات لحتى يبطل بحياته يدوق المخدرات، بحطوا معه مواد مثل ما قلنا ما بيتصورها الإنسان، واللي هي بتشمل الأمونياك، الأسمدة الزراعية، اللمبات اللي هي الفلوريسون بيكسروها. مخبر السري اللي تواصل معه يلي مزروع من قبلكم أو مكلف من قبلكم، هو عنده معرفة سابقة فيه بيوثق فيه أو قدرته همتوه أنه هذا الشخص؟ لا لا لا، ما عنده معرفة سابقة فيه. نحن مثل ما قلنا هذا الشخص وصلنا له من طريقة معينة، وتبيلنا أنه فيه كونكشن بينه وبين الشيء اللي برا مثل ما قلنا، من خلال امور بالعملية التحليل اللي كنا عم نقوم فيها. فطلبنا من هيدا الشاب انه يتواصل معه، بس لانه هو عنده امكانيه اتصل فيه وعنده امكانيه بطريقه خشفه، بطريقه هيك سلسه ومرتبه بطريقه معينه، مثل ما هي مرات نحن بننجح بهيدا العمل، يعني عناصرنا وضباطنا بهيدا الموضوع. وبالفعل قدر يكفي معه، اخذ واعطى معه وارتاح كسب ثقته، وارتاح له وارتاح له كسب ثقته. وبالفعل طلب منه اذا في عندك حدا، لانه كان الزبونات مثل ما قلنا جاهزين بده يشتري المخدرات. تم تحديد موقع تاجر، فهو لضرورات امنيه تتعلق بخلافه مع شركائه بعصابه التهريب وللبقاء بعيد عن عيون رجال الشرطه القضائيه، قام باستئجار غرفه بفندق بيوقع على الخط الساحلي شمال شرق العاصمة بيروت. هلا انتو كيف قدرتوا تتواصلوا معه؟ عبر اي طريق؟
نحن بعد ما وردتنا المعلومات قدرنا نتوصل لرقم الغرفة يلي هالأشخاص موجودين فيها. من خلال على الأوتيل قدرنا تلفنا لهم عبر منشان ما يكتشفوا رقم الشخص اللي عم يدق لهم، يعني قدرنا نتواصل عبر هالتليفون الداخلي يلي بسنترال الأوتيل منشان ما يكشفوا هوية الشخص لحينما يتم تنفيذ المهمة ولحين إعلام القضاء بوجود هالعنصر من مكتبنا يلي عم يتولى مهمة تاجر المخدرات الوهمي يلي رح يطبخ هذه الكمية لتصير جاهزة لاستعمالها أو ضربها مثل ما بتعرفوا بالمواد السامة منشان مضاعفة حجمها. تم الاتفاق انه ينعقد اجتماع بين التاجر صاحب البضاعة وبين المخبر السري وبين الطباخ الوهمي اللي تم زرعه تاجر المخدرات. طلب انه ينعقد اجتماع ببيروت بينه وبين المخبر السري اي الوسيط والعميل السري اللي تم زرعه من قبل مكتب مكافحة المخدرات. انا مستغرب بعدني لا يغير موعد من حالات وجدنا وسط بيروت. الاجتماع كان إيجابي جدا وتمكن العميل السري من كسب ثقة التاجر لقرر أنه يستعين بخبراته لمضاعفة كمية المخدرات. باليوم التالي قرر عطاني معلومة المخبر السري أنه بده يصير في قعدة نحن والشخص للاتفاق على طبخ المخدرات، وبالفعل هذا الشيء حصل بأحدى المقاهي الليلية ببيروت على أساس أنه يكون هو شخص لحاله. فجأت بوجود فتاة معه كمان هي إلى صلة بهيدا الموضوع، وما تكلمنا كتير معه وحصل الاجتماع نحن وياه واتفقنا على موضوع معين وكل من راح منا بطريق. الملفت بالاجتماع كان وجود امرأة بترافق تاجر المخدرات وكانت عم تشهد على الخطة وعلى الحديث لدار بين الأشخاص الثلاثة، وصار اتفاق وعلى شرط انه يفرجينا عينة من عينات المخدرات وعلى الكمية الموجودة معه تنشوف شو بدها تطلع الحصة وقديش الكيلو بيعمل من مخدرات ليصير مخدرات عادي تتوزع بالسوق. وكل منا راح بطريق بس شرط بمتابعة المخبر السري لتنقلاتهم لوين بروح وين بيقعدوا. سلام عليك. ايه سيدي من بعد اذنك، صار في حديث مع الزلمه، صار في حديث مع الزلمه وهذا الزلمه ايته معه كميه من المخدرات بعدها كثير. باليوم التالي تم اخذ موافقه قائد الشرطه القضائيه لتنفيذ العمليه من بعد ما اعطيت اشاره القضاء، وتحركت الدوريات وبدأت تنتشر على طول الطريق بالموقع المحدد. أنا بمنطقة حالات ريس، وفي عنا معلومة إنه في واحد معه كمية كبيرة من المخدرات قاعد بأوتيل بحالات، بدنا نوقفه. رجال الشرطة القضائية كانوا متواجدين بشكل غير مرئي وناطرين الإشارة للإطباق على الهدف. وصل العميل السري وبرفقته المخبر السري وأجروا اتصال بالتاجر ليبلغوا جهوزية للالتقاء فيه. ايه بونجور. أهلا. شو وعي؟ مين؟ لو كنت لها البارح كنت حكيت أنا وياكم مشان الضرورة. ايه هاي كيفك؟ هي معك. ايه؟ ايه صديقي كيفك؟ ليك؟ هيدا الزلمة اللي بدو يعملوا الأغراض دي حوما جاي صار جاب قتال، ما عنده قتال وعنده كل شيء. شو؟ ايه؟ شو بنعمل؟ شو بقول له؟ قال له على ال 1.5 دبي وقت 3 دبي عمله 2 كيلو؟ ايه دقيقة فيها احكي معه هو بيدفع. قد ما عنده. الو؟ ايه خيي. ايه مرحبا. كيفك؟ قلت له خيي. اوكي هلا مش رح نختلف يعني خلينا نشوف شو هن الاغراض مزبوط. ضاع منيحه. هلا انا اذا بتعطيني من الاغراض بيكون احلى، بديش مصاري. كم كيلو تعمل له اياهم؟ 4 كيلو في تعمل له 4 كيلو؟ هني قديش؟ 2 كيلو نت.
اثنين اثنين لازم يطلعوا أربعة إلا شوي مزبوطين بيطلعوا أربعة إلا شوي ويا إذا بدك إذا بدك أنت تضرب وتخفف بيطلعوا أكثر شوي لا على الخمسة ما ما انت حرام على الخمسة لا ما بعش شو عش حدا بياخدهم أنا بهم أعطيني حصتي بديش مصاري قدامك مطار طيب يا أسيا ما لكش أنا هيدي مصلحتي هاي شغلتي أنا عنده بالبيت عندي بالبيت إنه بالبيت يلا أوكي. يلا حبيب قلبي يلا ايه صديقي ايه خي خالص ايه حكينا بعد نص ساعه قبل ما نوالهم بيطلعوا يحكوا ونشوف شو معهم اوكي اوكي يلا ليك بلكي بعملهم اليوم بيطبخوا اليوم دول على السريع عرفت كيف؟ بلكي في واحد في حدا بيخطب ايه ايه في وحكيت انا واحد بيخطبوا على الكاش كلهم عرفت كيف؟ في واحد ايه ايه كاش تك 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 بيطبخوا لهم من ايمن هو عم يطبخوا الزلمه بيكون ايمن يلا حبيبي يلا بعد فترة مراوحة وانتظار لأكثر من ساعة طلب التاجر أنه يلتقيهم على الطريق العام ويتم الاجتماع وعرض العينات بالسيارة هو عم بيقول معه عين تقريبا 100 جرام متأكد إذا الكمية موجودة معه والله حطتها بمحل تاني ساعتها بقول له أنا خليني أفحص هودي تتأكد إذا كانوا مظبوط كمية مظبوطة يعني ما فيهم زغل وبقول له أنا إنه بدي أنزل أجيب المواد معي من السيارة وساعتها بتداهم الأول بفتح الباب بتداهم الأول إيه صديقي إيه صديقي إيه عرفته إيه بالرسبشن يلا 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 ورنفجر مع الشباب بيطلعوا معك واثنين ورا وبس تشوفوني انا عبيب اللي بكنتم قلبوا طلعوا معنا بتنطروا انتم خمس دقايق انا بفتح الشباك بس ارفع ايدي تنزل انت والشباب اوكي ماشي. يعني بس ارفع ايدي بكون انا شفت الاغراض اوكي ماشي. يلا وجه المخبر السري وبرفقته رجل التحري إلى السيارة أما باقي رجال المكتب بقيوا عم بيراقبوا عن بعد وناطرين الإشارة لاتفقوا علي مع العميل السري اللي رح يعطيها لحظة الكشف عن البضاعة لألقاء القبض على التاجر متلبس بالجرم المشهود وصل على السيارة اللي كان فيها التاجر وبرفقته الامرأة اللي كانت موجودة بالاجتماع السابق دورية المراقبة كانوا بكامل جهوزيتهم وبانتظار الإشارة هو هن؟ عم بفحصوا البضاعة شايفين لا ما بيطلع لورا بتعرف بالله كله عم بيطلع لقدام لما يمد ايده دغري مطب عليه صف على اليمين ركز على ايده مد ايده لحظه وقف شوي طول بالك اعطى العميل السري الاشاره يلا 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 افتح الباب
الفجر والامرأة. وين اللي قايم البراد؟ هلا انا معكم. الكيلو وين؟ شفتني معي كيلو؟ شلتك وين؟ غير الشنطة. انت شو اسمك؟ ولكن كمية المخدرات المزعومة ما كانت موجودة، ويلي ضبط كانت العينات لقام التاجر بعرضها، ويلي ما بتتجاوز 10 جرامات من الكوكايين. هون كوك بس بودرة، هون بشنطة طلع في كوكايين بيزة. ليكو معك بشنطة انت كوكايين بيز فري بيز. تم استجوابه سريعا ونكر وجود الكميات الأساسية اللي كان فصحا وجودها. هيدول اللي هن اللي كنت انا جاي ما معي لو معي يوم. طيب كمان صار الحديث بينه وبينك انه في 2 كيلو انت جايب 2 كيلو وين 30 كيلو وبدك تجيب 30 كيلو في 2 كيلو. هلا معي والله ما معي 30 كيلو ولا معي شيء. هدول اللي معي يوم. الا انه المحققين استطاعوا انهم ينتزعوا اعتراف من المرأة الموقوفة اللي كانت المعلومات المتوفرة بشأنها بتقول انه هي الوحيدة اللي بتمتلك معلومات عن المكان اللي بتتواجد فيه البضاعة. طلع معه. وبالفعل أكدت أنه البضاعة مخبأة ببيتها ببيروت، فتوجهت الدوريات إلى بيروت. توجهت دوريات المؤازرة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي من بعد ما تم تحديد موقع البيت للبحث عن البضاعة المخبأة والسبب لوجود البضاعة بمكان آخر بعيد عن إقامة تاجر المخدرات هو للتمويه ولإنقاذ البضاعة في حال تم توقيف الهدف. إلا أن المعلومات اللي تقاطعت مع الاعترافات اللي أدلت فيها الإمرأة أوصلوا إلى المخدرات المخبأة. وصلت القوة الأمنية إلى المكان المتفق عليه وتم مداهمة المنزل. تتعاون مثلك معنا بشغلة وفي ناس حاطين عندي أمانة جينا لخدمة. العثور على البضاعة اللي بتتجاوز 2 كيلوغرام كوكايين. شوف كيف هيك هوديك مشربين مشربين. لا جبنا البضاعة يلا جبنا البضاعة من البيت يلا شكلي أنا بيقولوا ايه نعم يلا غليت تجي عمد تبسيط شفتها ما عمد. تم اقتياد الموقوفين والبضاعة إلى سكن تحبيش للبدء بالتحقيقات. خلال التحقيقات توصل المحققين إلى معرفة كافة خيوط القضية وأبرز كيفية تهريب المخدرات من البرازيل إلى لبنان، والأهم
يمكن معرفة مصدر سكة التهريب اللي هربت 6 كيلوغرام كوكايين بفترة سابقة إلى لبنان عبر الشخص البرازيلي المقعد اللي تم كشف أمره من قبل جهاز الجمارك. كيف رحت لعنده لهذا الشخص من البرازيل على الباراغواي؟ احنا ليلة بالأوتيل بساو باولو، وثاني يوم الصبح طلعنا بالبوس. كيف وصلت لعنده؟ طلعنا بالبوس، قطعنا تيكت وطلعنا بالبوس لمنطقة اسمها فوز، منطقة سياحية كتير ضخمة بتحد القريبة للأرجنتين وللباراغواي. فانطرنا هونيك شوي وبعدين قررنا نروح بالبوس الثاني. 10 دقائق بنلاقينا لهذا الشخص اللي طالعين عنده، فطلعنا نحن ماشيين. قال لي اذا حدا حكى هيك من الامن العام او شيء ما ترد عليه، انا برد عليه. يعني بفهم منك انا انه انت فتت من الباراغواي على البرازيل بطريقه غير شرعيه. برازيل للباراغواي. وهن ساعدوك لتفوت بطريقه غير شرعيه؟ حدوديه، منطقه حدوديه. واذا حدوديه ما بحق لك تفوت بلا ما تخطي الباسبور. انطلقت من الطياره من ساو باولو. طلعت من ساو باولو. على اي مطار مرقت؟ مرقت طلعنا ساو باولو ونزلنا على مطار ابو ظبي. مرقت بمطار طبيعي؟ مرقت بمطار طبيعي. ما حدا فتشك؟ حطيت الشنطة على السكانر وأنا مراقب من تحت الليزر. كما اعترف التاجر على أنه قصد البرازيل شخصياً لتهريب المخدرات للتأكد من البضاعة ولحرصه على عدم إرسالها مع وسيط ممكن أنه ينكشف أمره، والطريقة لأدخل فيها المخدرات كانت عبر إلصاقها بالجزء السفلي من جسده. مطار دبي من أكبر مطارات العالم، هو من أقوى مطارات العالم بالأجهزة والإلكترونيات والماكينات والسكانر الموجودة فيه. انت مرقت فيه بشكل طبيعي؟ انا مرقت فيه لانه اول شغله مثل ما قلت لك ما حدا شك فيه. توصل المحققين الى انه هناك شخص اخر هو شريك التاجر يلي كان بانتظار وصول البضاعه الى لبنان. نحن اتصلنا بهذا الشخص هلا، وعد انه بعد ساعه رح يقدر كونه مشغول، ما صرح عن السبب، كان عم يحكي بالالغاز، كان عندنا شك انه عم بيقوم باعمال غير قانونيه، قد يكون عم ببيع المخدرات يلي استلمهم مقابل هالعمل يلي قام فيه لقاء اخراج مهربي المخدرات من مطار بيروت حسب ما صرحنا. بالتحقيقات تبين انه في شخص كان يتواصل هو قبل ما يروح على البرازيل ويجي المطار، وهذا الشخص بعده عم يتواصل معه ومش عارف انه توقف. صح، بالنسبه لنا نحن صار واضحه 100% الصوره انه هذا الشخص شو عمل قبل ما يتوجه الى البرازيل ومع مين نسق ومين كانوا شركاته بهالعمليه، ومنسقين من هون كيف بده يتم التحضير اثناء دخوله الى لبنان، ومين بده يسهل له اموره لحتى يقدر يفوت الكميه الى داخل لبنان. وبالفعل بين لنا انه هيدا الشخص اللي بده يتقابل هو اياه او هيدا الشخص الثالث اللي نحن بصدد توقيفه، بين لنا انه هو هيدا مش شريك له كتاجر مخدرات، هو هيدا سمساره لا يعطي نسبة من الأرباح للمخدرات. فمن خلال التحقيقات نحن حاولنا ومن خلال الموقوف اللي عنا نستدرجه لهذا الشخص إلى مكان معين، إلى داخل مكان معين بمدينة بيروت، بحجة أنه يبيع له قسم من هالكمية المخدرات للموقوف اللي عنا، وما كان عارفينه هني أنه موقوف بالفعل، ودلينا على كذا وقت نتصل فيه. إلا أنه ما عرفوا هويته الحقيقية أو اسمه الكامل بسبب عدم إعطاء اسمه الحقيقي حتى لشريكه. تم التواصل معه من قبل تاجر تحت إشراف المحققين وبإذن من السلطات القضائية لعم تشرف على الملف. وبأحد الأيام وافق المشتبه فيه على أنه يلتقي التاجر ويستلم منه البضاعة، وطلب منه أنه يلاقيه بمنطقة الروشي. في واحد عم يصف على الشمال على اليمين قدام الدكان. ليش الدرع مو هو 0315؟ ما ما طلعت وصل. يلا رح يلا نطلع من هون هو بجيبها هون. لف من هون معك. وقالت له شو السيارة اللي بيجي فيها؟ هذول تبعك مدويني معك. هذا اكس 5 معه كذا سيارة. معلومة لا 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 بعد ما وصلش. بعد ما وصل انتشروا رجال الشرطة القضائية بمنطقة الروشي ومعهم الموقوف. أنا مش على الشارع العام، أنا بالضروب اللي تحت الأوتيل.
يلا رح يطلع بوشك في وراء حدا رح يسكر علي بالعرض. خليك خليك لا يدك على الاكس فايف. انا على الاكس فايف. انا ناصر على الاكس فايف. يلا روح. على الاكس فايف. يلا روح صيف عشان. على الاكس فايف. هو قدامنا قدامنا اربع سيارات. انا ماشي وراء انا ماشي وراء يلا. ولحظة وصول السيارة اللي بداخل التاجر وعندما طلبوا منه يتوقف خرجوا مرافقينه من السيارة وبدأوا بإطلاق النار بشكل عشوائي على القوة الأمنية. استطاع التاجر انه يلوذ بالفرار. وقت حسوا انه هن صاروا في خطر عليهم وممكن يتوقفوا لجأوا لاطلاق النار بشكل عشوائي وبشكل غزير. نحن قدر الامكان جربنا ندافع عن نفسنا ونقدر نوقف السيارات، ولكن للأسف قدرت السيارات تتابع طريقة وما قدرنا نوقفهم. ونحن هون فضلنا الخيار الثاني أنه ما نكفي بإطلاق النار عليهم لأنه ممكن في احتمال كتير كبير أنه يتصوب أحد من المواطنين أو نخسر حدا أو نخسر حياة أحد المواطنين، ففضلنا أنه بلا هالخيار هيدا لأنه بالنتيجة نحن كمية المخدرات انضبطت وكلها موجودة بحوزتنا والعمل بده يتواصل لنرجع نحن عاجلا ام اجلا. بده يتوقفوا هالاشخاص وهوياتهم معروفه بالنسبه لنا، وين ما كانوا موجودين بده يرجعوا يتوقفوا. وفضلنا انه ننسحب من الشارع حرصا على سلامه المواطنين. يعني هذه الكميه هي من بعد ما هيدي البيور هنا، يعني هيدي بلبنان بالعاده بيصير انه بيجيبوها بيور من امريكا اللاتينيه والجرام بيعملوا منه 3 جرامات. مظبوط. هيدي الكميه البيور فينا نعمل منها ضعف لا تقريبا ضعف بصيروا أربعة كيلو كوكايين. هيدي مبدئيا الكمية اللي كان بدها تنباع معدة للبيع بالسوق اللبناني على المتعاطين والمروجين بلبنان. أكيد هو بيستوردها من برا لحتى يروجها بقلب لبنان وبيعها للشباب اللبناني وللناس اللي بيتعاطوا مخدرات بلبنان. دوريات الأمنية عم تقوم بالبحث عن المطلوب من بعد ما عرفت هويته الحقيقية ومواصفاته والأماكن اللي بيتواجد فيها. بنصحهم انه مرة تانية وقت مكتب المخدرات يكون عم بينفذ مهمة بنصحهم يعدوا للمرة المليون قبل ما يفكروا انه يستهدفوا عناصر قوى الامن بالرصاص وبإطلاق النار لإلهم، لانه المرة التانية ما رح تخلص مثل هالمرة. هالمرة قدروا ينفذوا بريشهم ويهربوا من القوة، بس مرة تانية انا بدي اقول لهم من هلا انه بدي يدفعوا ثمن غالي وغالي كتير كبير.